بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده طبعا يعني هنتكلم عن موضوع برضو يعني كبير وفي كلام كتير، بس احنا هنقول حاجات معينه كده نعم، عشان الناس تعرف يعني ايه. الناس بتخض من كلمه خشونه، وحتى العيان دلوقتي بيجي عندنا يقول لك انا عندي خشونه، يعني بيجي مشخص نفسه. يعني نعم، طبعا الخشونه دي بتحصل في مفصل الركبه بين عظمه الفخذ وعظمه الساق وعظمه الرضفه، بنقول عليها الصابونه اللي هي العظمه اللي قدام ديت، طيب وعظمه الفخذ. وهو طبعا الركبه من جوه فيها غشاء وفيها حاجه سائل بنسميه السائل السينوفي، ده بيغذي الغضاريف بتاع الركبه اللي احنا شايفينها البيضه ديت اللي هي بتغطي نهايات العظام، نعم، عظمه الفخذ وعظمه الايه الصقب اللي هو بنسميه الغضاريف اللي هي الكارتلج ديت، بنقول عليها كارتلج. طيب طبعا دي المفروض انها تبقى ناعمه ما بيبقاش فيها اي تكسير، وبتبقى السطح بتاعها املس. وبعدين الغشاء السينوفي بيساعد الحركه بتاعه العظم زي ما انت شايف حضرتك، ده ايوه بالنسبه للركبه اللي هي الصحيه او الركبه السليم. الخشونه بقى بتعمل ايه؟ بتاثر على العظم وعلى الغشاء اللي احنا شايفينه نعم والغضروف اللي هو موجود. ليها 3 درجات، بنقول اللي هو الجزء المايل او الجزء الدرجه الاولانيه او المايلد او الجزء البسيط او درجه اولى. يعني اللي يحصل الغضاريف دي بيحصل فيها تشقيق زي ما حضرتك شايف كده. ايوه التشقيق ده بيبدا عشان الجسم يعوضه، الخلايا الغضروفيه دي ما بتتعوضش، يبدا يعملها بخلايا عظم اللي بنسميها احنا الاوستيوفايتس او الزوايد العظميه اللي بتبقى ظاهره ديت، وهي دي اللي بتعمل صوت دايما مع المريض اللي ايه عنده خشونه، اقول لك رجليه بتطقطق او ايوه بتعمل صوت. بالظبط، ايوه بالظبط. النوع الثاني اللي هو المايلد المودريت بقى اللي هو المتوسط، التآكل زي ما حضرتك شايف بيزيد شويه، الغضاريف بقى بدأت تعمل حاجه اسمها زي تقرحات في الغشاء اللي هو المبطن ده الغضروف، اللي هو الاخضر ويبدأ ده يا دكتور، الابيض دوت ده الغشاء. الابيض. بص بقى في الحتت الحمراء دي الحتت المتاكله اللي بنقول عليها، هو حتى بنقول عليه مرض بيبقى انتكاسي للغضاريف او تاكلي للغضاريف، ايوه ويبدا يحصل فيه تقرحات في تحت الغضاريف دي وفي العظم نفسه. نعم، وبعد كده الجسم برضه يحاول ان هو يطلع حاجات تعويضيه فيطلع عظم فيعمل يزود الخشونه اكتر. نعم، دي الخلايا اللي هي بتبقى موجوده في الغضاريف، واللي المفروض ان هو السائل السينوفي بيغذي الغضاريف فيها. لما بتطلع الاوستيفايتس او الزوائد العظميه دي، هي دي بقى اللي بتسبب الام، ايوه لان بيبقى عظم بيتحرك على عظم، الغضاريف مش موجوده. مع الحركه شوف حضرتك بيحصل تعرج وبيبقى فيه صعوبه في التاني والفرد بتاع الركبه، وده اللي هو الجزء اللي هو التاني اللي بنقول عليه الدرجه التانيه. العلاج بتاعه بيبقى تمارين وبيبقى تنزيل الوزن، وبندي حاجات تقلل الالم، وهندي وبندي حقن موضعي دلوقتي، في انواع هنتكلم عليها بعد كده ايه الحقن الموضعي. الموضوع السيفير بقى عظم على بعضه، الغضاريف اللي هي ديت الهايلاين كارتليج دي تقريبا شبه اتاكلت وما بقاش فيه بقى العظم، وده بيخلي بقى الالم شديد قوي، والغشاء والسائل السينوفي بيقل خالص، وبتطلع بقى اللي هي الحاجات نتيجة للتآكل، فدي بتسبب ألم عنيف جدا وبتزيد الزوايد العظمية فبنقول عليها الاوستيوفايتس ديت، فبيقل الحركة وأكتر، وبيبقى المريض ما بينامش تقريبا من الايه من الألم. الألم. وفي الحالة دي الجراحة هي الحل الحقيقة، يعني الجراحة. الجراحة اللي هو تغيير المفاصل، وده احنا هنتكلم عليه بعد كده. نعم، وطبعا مش عايزين الناس ايه تخاف تخاف. منه، من موضوع تغيير المفاصل. لا.